أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين
وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.